معانا في الحوار، في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة. بحب الوطن راح نرسم أجمل صورة، وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة. وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نبولة. وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نبولة. وبين العالمين احنا بين العالمين، دولتنا تبقى الأولى. ها في شنو؟ ما شفت ازدهار مرت اخوك رمت لنا الوساخة جنب الباب. شوف يا اسمعي كلامي ده، شنو وساختنا وساخت الجيران وساخت العله دي جت كوبيها لهم جوا؟ انا اشوف المشكله دي حدها وين. سامح امشي سامح، دي النسوان البلوله اخوي، وعيب تتدخل فين، عيب والله. اسمع هنا، العيب انتوا لابسينه هدوم ومرتك دي انت اللي بتحرشها من ليوه. يا زول ما تخاف ربك، انا كلام كثير ما عندي، لكن مرتك دي القاها في وجه بيتي الا اقتلها وادفع لك ديتها. والله وطالله المره دي قال عفه قدام بابي ده الا اقتلها وادفع لك ديتها. يا اخوي والله مرتي انا بتضرها جوا البيت وما بتخلي لكم المناسبات، وكان هبشتها والله الا تلوم نفسك. درت تسوي جناب ليوه؟ لا انا ما بسوي، البلد دي فيها قانون، وان اتعديت اي زول القانون بيوقف عند حده. وهي سام ليوه تشوف البلولة يا سادة شنو بيسوي؟ انت بتخيل بيجلو عاد بيدخلك في مشاكل النسوان هنا. يا خوريك حاجة دي اللي بعرفهم، دي الجيران اللي بعرفهم، واخير عدم جيرتهم زادة. يا زول نسوان بيشاكلهم في بعض، لما انت تخش بيناتهم بتفقد وغارك. هذول وغار شنو يا اخوي؟ اسمعني هنا، مش مرض مليوة دي ضربها يجلس خطاتة، المرض دي ضربها يجلس خطاتة، لكن طالله والله يعلم فيها الا طقها اقتلها وادفع ديتها. عزول قول بسم الله، يقول كلام غير ده، انت دايرك مشكلة مع اخوك ولا شنو؟ يا اخو كلام الله، لكن ده نفسي في الدبيخ مبالغة. اسلم والله ده من زوجك بس. بس في عندك سترات كده بعرف الجايب من وين. بس ما كنت ماشي كويس معك يا راجل. في كبسة بيجيبوا معاها عيش؟ وليه بيجيبوا معاها عيش؟ بيمنع شنو؟ بيمنع الكبسة اللي بياكلوها ساي. ايوه الرز ده بلا ما تشبع، لازم تاكل معاها عيش عشان تشبع. اهو كده يلا دار اقول لك شنو؟ انا هسي بعد المغرب ما اروح اشعر الدعاء. قبل ها؟ ما اشعر الدعاء مال الحقوق كلاوي. مليان؟ دعاء بجد تحويل الحقوق الحج؟ انت مرتي مهووسة ولا شنو؟ لازم نحن مش عارفين نوم؟ يا اخي دي ما شفنا اللي انت هتعرفها الصراحة، هي كم يوم؟ سبحان الله. مليو كيف؟ يا زول الله جبت كلام، بتدق الباب الطبيب ما تخش لا جوا. يا زول انا دخلتي خلى انتوا غداكم بشنو؟ عادي انت بتزعل من الغدا مالك ضيف، ما تشيل في البيت بتاكله. لا اخوي شوف لك غدا يا مدنكل، خدته في عمود ورحكي عليه الزول. لا الزول يا تو كمان افضل البلوله. يا زول مالك انت البلوله دي عيانه، الحله دي شجعته الا احنا. يا اخوي البلوله انا مالي ماشيله، مطبوح بيني وبينه كلي، خليه ياكل ناره. ياكل ناره كيف يا زول؟ الكلام ده عيب يا زول يا اخي، لازم نمشي ونقيف معاه. يا فضيل البلولة ده زول محري وانت عارفه، فكان مشيت على بيحرجني. ما بيحرجك يا اخي، احرجك كيف يعني؟ وكان احرجك احنا الحله دي تشتنا قاطع عليك، والحله ذات على اللي قلت عارف الكعب فيكم منه. اكان كدي خير، خشوا على البيت جوا، نشيل عمودنا ونمشي عليهم. مرح مرحبا تفضل. الله يبارك فيك. حبابكم البلولة. مرحبا الله يفضيك. مرحبا الله يفضيك. الله يبارك فيك. هاي يا بلولة. مرحبا مليوة والله. مرحبا الله يفضل. السلام. تفضل الله يسلمكم الموية. طيب. الموية. يجيكم نفس الموية. الله يبارك فيك. لا الحمد لله ماشي كويس تمام. الحمد لله. قالوا لي يقول أي حاجة. لا والله وشك لا تفتح. الحمد لله والله. الله يبارك فيك. دشنا مليوة. والله يا البلولة أخوي قلنا نجيك بالغدا. وبكرة كرامتك علينا، كرامة قومتك إن شاء الله بإذن الله. فضيل أخوي ده عليه العيش. لا عن هنا مليوة. فضيل ده ما عليه أي حاجة. باقي الملتزمات علي أنا، وكرامة تنضبط هنا.
تنضبع في بيتك يا عم ليوا. تعال كلا وانا بجيكم زول طقه بس. في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة العالمين. احنا بين العالمين دولتنا تبقى الاولى.